الخميس الخامس من نيسان، أحلى صباح لكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في برنامج فلسطين هذا الصباح. وبالجولة الصباحية أنا ونورة معكم. يسعد صباحك نورة. صباحك أكيد فرح يسعد صباحكم مشاهدينا، منطل عليكم بمشوار جديد من فلسطين هذا الصباح. فهذا اليوم الخامس من نيسان، اليوم أنا بدي أذكره كمان لأنه هو يوم الطفل الفلسطيني. أكيد منتمنى أنه طفلنا الفلسطيني يحيا كل عام بعد عام بخير وسلام وأمان في وطننا أكيد فلسطين. أكيد نورة، وبما أنك ذكرت يوم الطفل الفلسطيني ورح يكون حاضر ضمن جولتنا الصباحية وله زاوية خاصة، شو رأيك نتوقف لنشوف أبرز ما لدينا في هالجولة الصباحية؟ أبرز عناويننا. البداية رح تكون مع اعتماد جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام الجاري. مهرجان فلسطين للطفولة والتربية في غزة. اليوم يصادف يوم الطفل الفلسطيني واللي راح يكون حاضر وجزء مهم ضمن هالجولة الصباحية. فقرة خاصة للتجميل والعناية بجمال وصحة الأظافر. نادي الباريو يحصد ذهبيتين وفضية وبرونزية ببطولة فيدوفري للملاكمة. محطة خاصة للأخبار الرياضية مع زميلنا علاء عبيد. عيد الفصح المجيد على الأبواب، سنتحدث عن التحضيرات، سنتحدث عن قصة عيد الفصح المجيد وقيامة السيد المسيح أيضا. هالعناوين مشاهدينا هي أبرز محطاتنا لليوم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، يلي كالمعتاد ما ننسى بداياتنا لحتى نطمن على الحالة الجوية لهذا الصباح لهذا اليوم. وإحنا بنشاهد أكيد الهواء سرعة الرياح صحيح، ولكن رح نطمن عليها أكثر مع فرح. رح ناخذكم جولة، مع إنه الأجواء في الخارج تبدو أنها نوعا ما باردة، ولكن بدنا نطمن المشاهدين بأنه رح يكون في ارتفاع درجات الحرارة. تفاصيل أكثر رح تكون مع الحالة الجوية لهذا اليوم. من جدد الصباح لكل من بتابعنا في فلسطين هذا الصباح، ونتوقف الآن لنعرف الحالة الجوية لهذا اليوم، بحيث يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم مغبر في بعض الساعات، ارتفاع آخر موجود على درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. أما بخصوص الرياح فستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وارتفاع الموج سيكون خفيف نوعا ما. خلينا نتوقف احنا وياكم لنشوف درجات الحرارة في المحافظات المختلفة. بدايتنا مع العاصمة ومنها إلى رام الله 25 درجة مئوية. من نابلس ستسجل درجة الحرارة 28 درجة مئوية. وفي جنين متوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية. في طوباس 29 درجة مئوية. وفي الخليل أيضا 26 درجة مئوية. وإلى أريحة ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية. وفي بيت لحم 26 درجة مئوية. ومن طول كرم 29 درجة مئوية. في قلقيلية أيضا ستكون 29 درجة مئوية. وفي سلفيت 26 درجة مئوية.
أما في المحافظات الجنوبية نبدأها مع مدينة غزة 26 درجة مئوية. وفي خان يونس من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية. وأخيراً في رفح أيضاً من المتوقع أن تسجل 26 درجة مئوية. إذا مشاهدينا هذه أبرز درجات الحرارة في المحافظات المختلفة، ومن محافظاتنا خلينا ننتقل إحنا وياكم لنشوف درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. إذن هذه توقعات الأحوال الجوية لهذا اليوم، ويبقى الله تعالى دائما أعلى وأعلم. ومن زاوية الأحوال الجوية بدنا ننتقل سويا وإياكم إلى زميلتي نورة لحتى تطلعنا على أبرز ما عنونت الصحف المحلية. إليك نورة، يسعد صباحك من جديد. صباحك أكيد فرح. نبدأ مشاهدينا هذه الجولة لأبرز ما عنونت الصحف المحلية لهذا الصباح. أبدأ الجولة من صحيفة الحياة الجديدة من أعلى رأس الصفحة. سلطات الاحتلال تفرج عن الزميل الصحفي بكر عبد الحق، حيث أفرجت سلطات الاحتلال مساء أمس عن مراسل تلفزيون فلسطين زميلنا في محافظة نابلس بكر عبد الحق على حاجز جبار العسكري جنوب محافظة طول كرم. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 23 أذار الماضي عن معبر الكرامة أثناء عودته من السفر، وصدر بحقه أمر بمنع اللقاء مع محام لمدة 7 أيام متوالية، وتم تمديد توقيفه لمرتين. من الجهة المقابلة قراقع يقدم واجب العزاء باسم الرئيس والقيادة بوفاة المناضلة التاريخية الراحلة ويني مانديلا، وهي زوجة المناضل الأممي نيلسون مانديلا. أتابع من صحيفة الحياة الجديدة في خبرها الرئيس: السيد الرئيس، ما زلنا نمد أيدينا للسلام القائم على حل الدولتين. واستقبل أيضا سيادته وفدا كنديا ضم عددا من أعضاء البرلمان. تظهر الصورة خلال استقباله لهذا الوفد الكندي في مقر الرئاسة في رام الله على أولى صحيفة الحياة الجديدة لهذا اليوم. الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية، وخمس إصابات بالرصاص شرق غزة. وبتسالم تطلق اليوم حملة لمطالبة جنود الاحتلال برفض أوامر إطلاق النار في يوم الطفل الفلسطيني. هذا البيان الصادر عن هيئة شؤون الأسرة والمحررين ونادي الأسير. أيضا 350 طفلا بينهم 8 قاصرات يقبعون في سجون الاحتلال. وبعثات الاتحاد الأوروبي دعت إسرائيل إلى احترام حقوق الأطفال. نقرأ أيضا: التحرك الفلسطيني على الأرض مركب ومرتبط بالحقوق. القدوة فريدمان شريك مادي في جرائم الحرب، وهيلي مصدر خطر على مستقبل القانون الدولي. مما جاء أيضا على أولى الحياة الجديدة: فلسطين تدعم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم عام 2026، والإعلان عن ترتيبات جديدة لرخصة تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وتخصيص 45% لشركة عالمية مطورة يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء. من آخر الصفحة الأولى من الحياة الجديدة حكاية شهيد، تظهر في هذا الخبر يظهر حكاية هذا الشهيد وهو المبصر لعائلة كفيفة، تظهر على أولى صحيفة الحياة الجديدة. أذهب إلى الصفحات الداخلية لصحيفة الحياة الجديدة هذا الصباح. والعلم ينجح باكتشاف بروتين ينقذ الأجنة من الموت داخل الرحم. أتابع هذه الجولة مشاهدينا من قراءة الصحف المحلية. أذهب لصحيفة الأيام: وإصابة مواطن برصاص شرطة الاحتلال على مدخل أريحة، كان هذا بحجة البحث عن سيارة
مسروقة. وادعت مصادر إسرائيلية أن الفلسطيني لم ينصع لأوامر الشرطة بالتوقف بعد الاشتباه بأن المركبة التي كان يقودها مسروقة. في الجهة المقابلة، وزيرة إسرائيلية سنبني 500 وحدة استيطانية جديدة في هار بريخا، طبعا هذا بعد احتفالات ما يسمى بعيد الاستقلال المقررة في أيار المقبل. الخبر الرئيسي في الأيام، تشييع جثمان الشهيد أحمد عرفة وعشرات الإصابات في تجدد المواجهات شرق القطاع، ومستوطنون يقتحمون ويعربدون في مناطق مختلفة بالضفة. نتنياهو وليبرمان، التحديات على حدود غزة متنوعة ومعقدة، وصور شهداء مسيرة العودة تزين أبراج تل أفيف. الصورة على أولى الأيام لعشرات الشباب وهم يرفعون أعلام دول أوروبية وعربية على حدود الشرقية للقطاع للفت أنظار العالم على معاناة الشعب الفلسطيني. نتابع أيضا من صحيفة الحياة الأيام لهذا الصباح، إسرائيل تتأهب لموجة هجمات إلكترونية جديدة بعد غد يوم السبت المقبل 7 نيسان الجاري، طبعا بحسب ما جاء من الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. فلسطينيون يرفعون أعلام دول عربية وأوروبية على حدود غزة، هذا كان بالصورة السابقة مع الخبر. وتقرير إخباري على أولى الأيام هذا الصباح، جرحى مسيرة العودة هم شواهد حية على إرهاب إسرائيل. تظاهر أيضا في سخنين السبت تضامنا مع مسيرة العودة في غزة، وبتسلم تحت جنود الاحتلال على رفض أوامر إطلاق النار على المتظاهرين العزل. إسرائيل تعتقل فلسطينيين بتهمة التخطيط لشن هجوم على السفينة للبحرية وخطف جنود. وبعثة الاتحاد الأوروبي تدعو إسرائيل إلى احترام حقوق الأطفال الفلسطينيين في يوم الطفل الفلسطيني. أذهب إلى الصفحة الأخيرة، ودراسة تحذر من وضعيات النوم التي قد تؤذي الرضيع وتؤدي إلى وفاته. طبعا تفاصيل أكثر أكيد ظاهرة من خلال التفاصيل المرفقة مع هذا الخبر في الصفحة الأخيرة من صحيفة الأيام. أذهب إلى صحيفة القدس هذا الصباح، وإغلاق معابر غزة الخميس والجمعة هي حاضرة على رأس صفحة القدس هذا الصباح. إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون إيرز الحدوديين مع قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية، فإنه سيتم إغلاق المعبرين الخميس والجمعة على أن يتم إعادة فتحهما يوم الأحد المقبل لسبب الإجازة الأسبوعية يوم السبت. أيضا تشييع جثمان الشهيد أحمد عرفة في مخيم البريج، وإصابات في بيتا عند مهاجمة المستوطنين للبلدة بحماية الجيش. 550 مستوطنا يقتحمون الأقصى، منع دخول موظفي لجنة الإعمار وعرقلة عملهم. أيضا الحمد لله يبحث مع المدير التنفيذي للبنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية. ومما جاء أيضا على أولى صحيفة القدس هذا الصباح، اعتقال 10 غزيين بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية مزدوجة ضد البحرية الإسرائيلية، وجهود عربية لتعديل خطة ترامب وضمانات مصرية لتسليم غزة للسلطة. أذهب إلى الصفحة الأخيرة وإلى خبر يحمل عنوان الطبي، هل يلعب الضغط النفسي دورا في الإصابة بالسرطان؟ حيث أن هناك اعتقاد واسع النطاق أن سبب السرطان يكمن في النفس، وأظهر استطلاع شمل فئات مختلفة أجراه قسم المعلومات الخاصة بالسرطان بالمركز الألماني لأبحاث السرطان. يعني تفاصيل أكثر أكيد مشاهدينا خلال قراءة هذا الخبر من صحيفة القدس وآخر صفحة. وبهذا أختم الجولة في الصحافة المحلية لهذا الصباح. أعود إليك فرح. سعد صباحك نورة، شكرا جزيلا على هاي الجولة السريعة في الصحف المحلية. وبدي أرجع قليلا إلى الخبر اللي من أبرز أخبار صحيفة الحياة الجديدة، وهو الإفراج عن زميلنا بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس. صباح الحرية لبكر، تحية خاصة عبر شاشتنا، وإحنا بانتظار طلتك دائما في فلسطين هذا الصباح. وأيضا بدنا نبارك له لأنه بكر أخذ واستلم جائزة الشباب العربي المبدع في المجال الإعلامي، فبالتالي مبارك لك بكر. احنا رح نتابع فيها الجولة الصباحية ونستمر في جولاتنا في الصحف، ولكن سنكون مع الصحف المحلية بعد هالفاصل.
نتابع ونبدأ بهذه مشوارنا الصباحي الآن، نكون مع جولة في قراءة للصحافة الإسرائيلية مع زميلنا المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس. صباح الخير. سعد صباحك. يسعد صباح المشاهدين. ما زالت قضية المهاجرين الأفارقة تتفاعل في إسرائيل بعد أن قرر نتنياهو إلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة، وهناك حتى أن هناك من كتب أن نتنياهو كذاب اليوم، وسنأتي على ذلك. لكن الصحف الإسرائيلية اليوم هي الأخبار ليست بكثيرة، لأن غدا هو عيد الفصح لدى اليهود على العيد الثاني. نبدأ في صحيفة دعوت أحرونوت، عنوانها الرئيسي العودة إلى تل أبيب. بعد إلغاء القرار بطرد اللاجئين الأفارقة، إطلاق سراح 58 من المهاجرين من معسكر الاعتقال في النقب وإعادتهم إلى تل أبيب، وفي الصورة بشمبين الصورة وهم يصعدون على الحافلة التي أقلتهم. 212 لاجئا آخر سيتم إطلاق سراحهم اليوم، والوزراء اليوم يعملون على إلغاء أو القانون التفافي حول قرار المحكمة العليا التي منعت الطرد وسجن الأفارقة. حسب القانون سيتم سجن وطرد كل إفريقي يرفض مغادرة إسرائيل. نتنياهو بعد فشله في هذا الموضوع والتحقيقات معه قرر أن يذهب إلى الاستجمام مع عائلته في بحيرة طبرية. وناحوم برنع لو يقرأ نتنياهو ما كتبه اليوم ناحوم برنع، هو يعني أكيد يعني راح يؤدي ذلك إلى يعني أنه نتنياهو يشعر بالكآبة. ناحوم برنع يكتب اليوم الظلام لغير اليهود، كراهية الغرباء مريحة جدا للسلطة في إسرائيل، وهي تقوي الهوية المشتركة والشعور بأن الإنسان الأبيض أفضل وأعلى من غيره، لذلك تنضم الكراهية إلى الوضع القائم للمؤسسة القضائية أيضا والإعلامية، وكل من يعارض وكل من يحاول أن يكون غير ذلك سيتهم بأنه وينتقد السلطة يعتبر غريب يساري وعدو. والأمر الأيديولوجي الذي يربط حكومة إسرائيل مع حكومات اليمين في الغرب هو كراهية الغير، يعني هذا نتنياهو. وتقديم لائحة اتهام ضد 3 شبان من غزة خططوا لإطلاق صاروخ على سفينة حربية وخطف جنود، اعتقال 10 شبان من رفح قاموا بجمع المعلومات عن تحركات الجيش، التصعيد بواسطة الإطارات. الأسبوع الماضي قتل 18 فلسطينيا على الحدود مع غزة، والجيش يستعد لنهاية أسبوع أكثر عنفا كما تقول صحيفة يديعوت أحرونوت. والتخطيط، الجانب الفلسطيني يخطط لإشعال آلاف الإطارات لتسهيل الوصول إلى الجدار كما تقول صحيفة يديعوت أحرونوت. ننتقل إلى صحيفة معريف. صحيفة معريف، الحكومة ضد المحكمة العليا، الائتلاف الحكومي يشعر بالدعم الشعبي الواسع لطرد اللاجئين الأفارقة، والحكومة تستعد لاتخاذ قرار بالطرد بعكس موقف المحكمة العليا. مبعوث إسرائيلي إلى دولة أفريقية لفحص إذا ما كانت قد تراجعت عن موقفها لاستيعاب المهاجرين. الصندوق الجديد لإسرائيل تهدد بتقديم الدعوة تشهير قذف وتشهير ضد بنيامين نتنياهو الذي اتهم إدارة الصندوق بأنها أقنعت رواندا بعدم استقبال المهاجرين من إسرائيل. العودة إلى الجدار، من طرفي الحدود في غزة يستعدون إلى المواجهة، إشعال آلاف الإطارات واستعمال المري لتحديد رؤية الجنود. منظمة بتسالم تدعو الجنود الإسرائيليين إلى رفض الأوامر لإطلاق الرصاص على المتظاهرين. بعد غد السبت
هجوم إلكتروني غير مسبوق على إسرائيل. وأودي سيغال يكتب اليوم في صحيفة معريف، أثبت نتنياهو بشكل قاطع بأنه ببساطة لا يستطيع تنفيذ قرارات كبيرة، وهو أيضا لا يريد تنفيذها عمليا، وهو لا يقود معسكر اليمين وإنما يجر من قبل اليمين الذي لا يهمه أن نتنياهو يكذب عليه كل يوم. ونتنياهو كذاب، لكن المهم بالنسبة لليمين هو قراره بطرد المهاجرين الفارقة. وننتقل لصحيفة آرتس. أوغندا رفضت علنيا استيعاب المهاجرين من إسرائيل، لكن إسرائيل ما زالت تسعى إلى طردهم إلى هناك. وزير خارجية أوغندا يؤكد بعدم وجود اتفاق مع إسرائيل، وأن بلاده لن تسمح لإسرائيل بأن ترمي كما تقول الصحيفة لاجئيها في أوغندا. الصندوق الجديد لإسرائيل هو ضحية من ضحايا نتنياهو الخطيرة. الجيش سيحقق في قتل المتظاهرين الفلسطينيين الأسبوع الماضي على الحدود مع غزة، واستعدادات ليوم غد في جمعة الكواتشوك بتسلم تدعو الجنود إلى رفض الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين غير المسلحين. بالنسبة هناك يعني ملاحظة مهمة جدا بالنسبة لقرار الجيش الإسرائيلي بالتحقيق، هو ليس لأن الجيش الإسرائيلي رفض قاطعا التحقيق في البداية، ولكن هذا التحقيق هو جاء ليغطي على الجيش وعلى ضباط الجيش، لأنه في حال تم تقديم دعاوى وشكاوى ضد الجيش بتهمة القتل وإبادة شعب فإن سيتم محاكمة الجنود، ولا يمكن محاكمة الشخص على نفس التهمة مرتين. لذلك أنا باعتقادي أن إسرائيل ستحاكم ولو صوريا عدد من الجنود. ونواصل. الأسد يستعد للسيطرة، الرئيس السوري حافظ بشار الأسد يستعد للسيطرة على الحدود وينصب الدبابات في هضبة الجولان من الجانب السوري، بعكس ما هو متفق عليه مع إسرائيل بين الدولتين. بلدية حلون تمنع إقامة يوم الذكرى البديل للفلسطينيين والإسرائيليين في ذكرى طبعا قيام إسرائيل بادعاء أنه سياسي، لكن السبب هو منع الفلسطينيين من الوصول إلى هناك. ترامب البيت الأبيض ونتنياهو البيت الأبيض عفوا ترامب ونتنياهو بحثا آخر التطورات الأخيرة في المنطقة. وترامب تحدث أيضا مع الملك السعودي الذي أبلغه أن السعودية تريد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. والكاريكاتير اليوم الصحيف الوحيد اللي في حطت في نشرة كاريكاتير اليوم هنا، يعني طبعا هذا الأكل اللي محطوط على الطاولة هو الأكل اللي يعني بعد انتهاء عيد الفصح. وانا يعني الشخصيات اللي موجوده مع نتنياهو غريب شكلها، وبسالهم ايش بتقترحوا انتم يعني بقضيه يعني الافارقه، يعني مناظرهم يعني سيئه جدا يعني، والشر في عيونهم. ونتنياهو اللي بدكم اياه انا جاهز يعني، ويعني كيف كما كما كتب احد الصحفيين أن اليمين هو الذي يجر نتنياهو وليس العكس. نلتقي الأسبوع القادم. شكرا. شكرا لك زميلنا المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس، يسعد صباحك. وإحنا منتابع بهالجولة الصباحية نورة. نعم أكيد. منروح لتقرير، هذا التقرير يتحدث عن مشروع مدارس صحية صديقة للبيئة، تفاصيل أكثر أكيد نشاهدها معا. المدرسة كتير بنقوم بنشاطات عديدة من هدفها خلق بيئة صحية صديقة للبيئة
بهدف الحفاظ على صحة الطلاب، بهدف أنه تكون بيئتنا نظيفة، ومنتأمل أن نعكس الصورة على المجتمع الفلسطيني بشكل كامل، أن عم نحلم يعني في بيئة فلسطينية صحية نظيفة، شوارع نظيفة، هواء نظيف، نتنفس أكسجين نقي، ويعني كل الأمور البيئية اللي صحيحة. عملنا كتير نشاطات من أول السنة، فصل نفايات، أكل صحي. اليوم رتبنا ليوم بيئي، عرضنا فيه شغل الطلاب. زي ما انت شايفه عم بيعملوا مجسمات من الاناني البلاستيك، من رولات المحارم، من عجال السيارات. عندنا المدرسه شوي محصوره بعدد من البنايات، فما في عندنا ارض، عشان هيك استحدثنا مساحه خضراء، فزرعنا بالعجال، بالاناني، بمواسير البناء، بكراتين الحليب، يعني اي شيء كان بالبيت الاسره رح تحطه كنفايات، احنا جبناه واستغلناه للزراعه، لعمل مجسمات. هلا البيئه اليوم هو شيء كثير مهم عنا خصوصا بفلسطين، لانه احنا اصلا معرضين لاحتلال، فاحنا اصلا لازم نحافظ على البيئه، فاحنا بنقدر نعاود اعاده استخدام هاي الاشياء، الباكيتات الصغيره، وبنقدر نستغلها باشياء بيئيه وصحيه كثيره. وكمان مثلا الكاسات بعد ممكن بعد ما نشربها مثلا نعمل فيها اشكال متميزه لطلاب صفنا، وزي ما بتعرفي انه كل الصفوف شاركت بهذا العمل، وكمان يعني من مراحل مختلفه من الاعمار. هلا بكل مدرسه لازم يكون عندك نادي بيئي، هذا النادي البيئي بيهتم بالقضايا البيئيه بالمدرسه، بيشتغل على جهتين، على توعيه الطلاب وعلى اعمال يسووها، مثلا زي تشوف هون في اعمال كلها اعمال طلاب المدرسه. طلبت نادي البيئي طلب من طلاب المدرسة إنهم يسووا مشاريع يستخدموا فيها شغلات يعني من إعادة استخدام، في برضو عجال إلى آخره. البيئة، لأنه إحنا زي كل أطفال العالم نحلم إنه نعيش بوطن فلسطين نظيف وأخضر وبيئة صحية بعيدا عن التلوث، لأنه في عنا التلوث الإسرائيلي هو أكبر تلوث، فإحنا بنحاول إنه نعيش بيئة صحية، وهو هذا أحد المهارات. جدد الصباح لكل مين بتابعنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين، وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحة فلسطين هذا الصباح. ورح نبدأ فقراتنا المنوعة بالحديث عن اعتماد جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام الجاري، وقد تم اعتمادها طبعا من قبل السيد الرئيس. تفاصيل أكثر عن ماهية جداول التشكيلات وما هو المختلف فيها لهذا العام مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ وائل الرماوي، مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. يعني نتحدث عن هذا الجدول، جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية لعام 2018، ما المميز هذا العام وما الأثر المرجو من تطبيقه كمان؟ نعم، يسعد صباحكم مرة ثانية. الحقيقة أن جدول تشكيلات الوظائف هو عملية تخطيط شامل للموارد البشرية في الدوائر الحكومية. هاي الدورة هي تعتبر الدورة الثانية في جدول تشكيلات الوظائف. اعتمدنا جدول تشكيلات الأساس 2013-2015، الدورة هاي 2016-2018. المختلف أنه دائما نبحث عن ضالة التطوير والتحسين في المعايير والمواصفات الخاصة بجدول تشكيلات الوظائف، إضافة إلى أنه احنا دائما بنحاول نواكب التجارب والنجاحات العالمية في مجال تطوير الإدارة العامة. هاي عملية التخطيط الوظيفي الشاملة في مختلف الوظائف الحكومية، خلينا نتحدث بتفاصيل أكثر عن الدوائر الحكومية التي طالتها جداول التشكيل وإعادة تشكيلها إنجاز التعبير، بالتالي حتى نعرف الأثر المرجو فيما بعد. نعم، يعمل جدول التشكيلات أو يعد من خلال عملية مشاركة واسعة من كل الدوائر الحكومية البالغ عددها 77 دائرة حكومية مدرجة على جدول التشكيلات ما بين وزارة ومؤسسة حكومية. السنة هاي بالتحديد تم إدخال ثلاث دوائر حكومية جديدة على جدول التشكيلات. المشاركة تكون من خلال فرق خاصة في الدوائر الحكومية تقوم بمهام التخطيط الوظيفي الداخلي لجدول التشكيلات الوظيفية، إذ تقدم كل دائرة حكومية ورقة خاصة بعملية التخطيط وتعبئة 14 نموذج موارد بشرية على البرنامج المحوسب بجدول التشكيلات.
أنا بتوجه بالشكر الجزيل دائما لفرق الدوائر الحكومية على مسؤوليتها وتعاونها وحرصها دائما على أنه نوصل لأفضل النتائج. يشرف على هذه العملية اللجنة العليا للتشكيلات الوظيفية واللي يرأسها ديوان الموظفين العام وبعضويتها وزارة المالية الموازنة العامة ووزارة العدل ومكتب رئيس الوزراء. ما يلفت الانتباه لهذا العام أنه جدول تشكيلات الوظائف خلصناه في وقت قياسي، إذ المدة اللي تم فيها الإنجاز هي 4 شهور ويعتبر هذا في المعايير هو وقت قياسي للغاية، لأنه صار هناك تفهم لدى الدوائر الحكومية لمكنونات جدول التشكيلات وأهميته وكيفية إعداده. لما نتحدث عن جدول التشكيلات اللي هو بيساعد بشكل أساسي لما بيعمل ب 77 دائرة حكومية ومؤسسة حكومية كما تفضلت، من بتدخل بالتعيين، بالترقية، بنهاية الخدمة، يتدخل بكل ما له علاقة بالموظف بشكل عام. فبالتالي كونه يتدخل بالتعيين، بعملية الاختيار، بكل هاللجان أكيد، فكيف يضع الشخص المناسب للوظيفة المناسبة؟ جدول تشكيلات الوظائف تحدد الدائرة الحكومية احتياجاتها بناء على مشاريعها وبرامجها الواردة في خططها الاستراتيجية، وجدول التشكيلات يتماشى تماما مع أجندة السياسات الوطنية اللي هي 2017-2022، وبالتالي نقوم بتحديد مجموعة الوظائف اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، ومن خلال عملية الاختيار والتعيين يتم تحديد الشخص المناسب بدقة، إذ تتم عمليات المسابقات والإعلانات بناء على اختيار أفضل الموظفين للقيام بهذه المهام لتحقيق أفضل النتائج بالنسبة للمشاريع والبرامج. إضافة إلى أنه إحنا اليوم قاعدين بنفكر في مشروع الكفايات الوظيفية حتى يتم تحقيق أفضل النتائج برضو لعملية الاختيار والتعيين والترقية بناء على ليس فقط المؤهل العلمي فحسب، وإنما مجموعة الكفايات اللازمة والسمات والصفات والسلوكيات التي يجب أن تتوافر في الموظف أو المرشح للوظيفة حتى يتم اختيار أفضل الموظفين. أثر جدول التشكيلات على مدار عملية التطبيق السابقة تركز في أنه جدول التشكيلات أدخل 86% من الوظائف الممنوحة على جدول التشكيلات هي وظائف أداء. إذا قسنا ذلك في الإذاعة والتلفزيون فعلى حساب الوظائف المساندة كالموظف الإداري والمساعد الإداري والسكرتيرة وما أشبه ذلك، اليوم لا، نحن نركز على وظائف الأداء، المصور، المخرج، المراسل الصحفي. وبالتالي أنه ساهم جدول التشكيلات بقوة في رفع أداء الدوائر الحكومية وبالتالي تقديم أفضل خدمات للمواطن. بدي أتوقف قليلاً أستاذ وائل عند نقطة الخريجين الجدد، وخاصة أنه سيتاح لهم الفرصة للتنافس على ما يزيد عن 2500 وظيفة للعام الجاري. بالتالي هذه الألية، ما هي الألية اللي بتعملوا فيها حالياً حتى يتاح للخريجين الجدد هذه الفرصة؟ بعد مصادقة السيد الرئيس بقرار بقانون واعتماده من قبل الحكومة، اليوم احنا نعكف على إعداد التعميم اللازمة بالإجراءات والتعليمات لعملية التعيين. نقوم بتحديد مجموعة الآليات اللازمة لعملية التعيين. تبدأ الدائرة الحكومية بتحديد أو بناء الإعلانات بناء على ما ورد في جدول التشكيلات، إضافة إلى بطاقة الوصف الوظيفي. فالعملية تتم بعد الإعلان الإلكتروني، بعد التصميم الإعلان يتم الإعلان عنه على الملأ على موقع الديوان، وتتاح الفرصة لكافة الخريجين المسابقة ممن تطبق عليه الشروط على هذه الوظائف. نتحدث عن جدول التشكيلات هذا، يعني نحن هنا بفلسطين كيف نقارن يعني وضعنا بدول العالم؟ أنا سعيد جدا بإني أقول إنه هذا القائد الشاب موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام برؤيته وتوجهاته استطاع حقيقة أن يستقطب ويحضر إلى فلسطين مجموعة من التجارب العالمية والتجارب الناجحة وتكييفها وإدماجها في
الخدمة المدنية والإدارة العامة. اليوم احنا بفخر نقول بأنه عندنا مجموعة من الأسس والركائز الأساسية التي تحققت، منها جدول تشكيلات الوظائف، بطاقات الوصف الوظيفي الأساس، المدرسة الوطنية للإدارة، مجموع كم الاتفاقيات والبروتوكولات اللي قام بها ديوان الموظفين العام، من أجل أنه احنا نسعى لرفع أداء الإدارة العامة والخدمة المدنية في فلسطين. وما نفكر فيه أيضا متاح أمامنا الآن أنه نعمل على مشروع الكفايات وإدماجه في الخدمة المدنية بشكل رئيسي، وزن الوظائف، إذ كل وظيفة لها وزن خاص، وبالتالي تتقاضى المرشح أو المرشحة لهذه الوظيفة راتبه بناء على هذا الوزن. إضافة ما نفكر فيه من رح نعمل تصنيف للوظائف في الخدمة المدنية في المرحلة القادمة، الوظائف الإعلامية، الوظائف الصحية، هذه المجموعات رح تعطي على طبيعة عمل عادلة حقيقة. بدي أتوقف قليلا عند الآلية اللي عم تعمل فيها واللي تفضلت حضرتك بذكرها، واعتماد جدول التشكيلات هون عم بتيح مزيد من مساحة الشفافية، المساءلة والمشاركة من قبل المواطن أكثر، خاصة بالطرق اللي تفضلت بالحديث عنها، بآلية التقديم للطلب، بالوصف الوظيفي الموجود، بالصفات اللي بتتوجب على كل شخص إنه يكون عنده هاي الصفات لحتى يقدر يشارك بهاي الوظيفة أو يتقدم لها. فبالتالي حدثنا أكثر عن هذا الموضوع وكيف المواطن فعلا هو سيكون على علم وعلى اطلاع بجميع القرارات التي تؤخذ في توظيف أي شخص كان بغض النظر عن الدائرة الحكومية. مكونات الخدمة المدنية اليوم أصبحت شريك أساسي في العملية. الموظفين أصبحوا شركاء في هذه العملية التطويرية. إذ تقوم عملية إعداد جداول التشكيلات والوصف الوظيفي بناء على مشاركة حقيقية من شاغل الوظائف، وعملية التحليل الوظيفي الشمولية هي يشارك فيها كل الموظفين اللي لهم علاقة بتوصيف الوظائف. جدول تشكيلات الوظائف أيضا أتاح فرصة من النزاهة الشفافية في إشغال الوظائف، وأدخلنا عنصر جديد آخر على هذا أو بعد آخر في عملية الحكم الرشيد والحكم الصالح، اللي هو توسيع هامش المشاركة لهذا العام، إذ أن المواطن أصبح شريك. لما احنا نعلن على الوظيفة الإلكترونيا هو يقوم بتعبئة النموذج الخاص بالترشيح أو طلب هذه الوظيفة، وبالتالي الموظف أو الخريج أصبح شريك، ونتلقى منه حقيقة التوصيات والنصائح بخصوص طلب الوظائف وإشغالها. من بعد طلب الوظائف كيف بيتم المتقدمين للوظيفة، الخريجين الجدد؟ نحن نعرف الخبرة قد تكون هي بسيطة أو قد تكون معدومة في بداية العمر، كيف هم رح يتابعوا من بعد آلية التقديم، آلية المتابعة يعني للحصول على الوظيفة أو يعني للأسف؟ ليس فقط الموقع الإلكتروني هو المعتمد في الإعلان عن الوظائف، وإنما تعلن في 3 جرائد أو صحف يومية يقوم الطالب الوظيفي بالاطلاع عليها وتقديم الطلب إلكترونيا بناء عليها، وهي عملية سهلة. في 10 دقائق يستطيع تعبئة النموذج الخاص على موقع الإلكتروني لديوان الموظفين العام. أنا في هذا الموضوع أنا بتوجه بالشكر لكل موظفين ديوان الموظفين العام، سواء الموظفين العاملين في الإدارة العامة للتخطيط الوظيفي اللي فعلا يقوم بعمليات إبداع يومية في موضوع التخطيط والمشاريع، إضافة إلى كافة الإدارات العامة الـIT اللي فعلا بيسخروا كل جهودهم من أجل تسهيل الوصول للحصول على الوظائف. بقي أن أقول أنه دعم الحكومة المتواصل وفخامة الرئيس لهذه العملية هو ما يعطي أيضا بعدا آخر في تشجيعنا وتحفيزنا باتجاه عملية الإصلاح. أن نستمر في عملية الإصلاح هو مرهون دائما بأنه الإمكانيات المالية تكون فعلا متاحة وقادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه مواطننا وخريجنا.
أكيدين نحن. أخيرا قبل ما نختم، تحدثنا عن الكفاءات، تحدثنا عن المتقدمين الجدد للوظائف، تحدثنا أيضا عن الكوادر اللي عملت بجداول التشكيل، ولكن بعد هذا الموظفين الموجودين في الدوائر الحكومية واللي ذكرناها 77 دائرة حكومية، كيف رح يعمل جدول التشكيلات على رفع أدائهم، على تحفيزهم للعمل الأفضل، وبالتالي هون نتحدث عن أداء أفضل للمؤسسة بشكل عام وأداء أفضل للمجتمع بشكل عام أيضا. إتاحة مساحة من العدالة في جدول تشكيلات الوظائف هو ما يحفز الموظفين باتجاه أداء أفضل وإنتاج أفضل. بمعنى لما يكون هناك تحديد مسبق للإحتياجات، سواء في الوظائف الإشرافية، شغل الوظائف الإشرافية، وإتاحة الفرصة لجميع من تنطبق عليه شروط المنافسة على هذه الوظائف، هو يتيح مساحة أوسع من العدالة، وبالتالي الرضا الوظيفي يتحقق. وهنا إذا كان في عدالة ورضا، إذا بالتأكيد سيكون هذا حافز للموظف باتجاه أداء أفضل وإنتاج أفضل، بخلاف المرحلة السابقة اللي شابها نوع من ما نقول لا عدالة، وإنما كانت تستند إلى جزء من يشوبها جزء من العشوائية والارتجالية في الحصول على أو تبوء الوظائف الإشرافية. المرحلة اللي كان فيها أو اليوم بيتم تطبيق جدول التشكيلات هو يتم تطبيقها بناء على تخطيط الدائرة الحكومية نفسها ومشاركة الموظف والإدارات المسؤولة في كل مؤسسة حكومية ودائرة حكومية في عملية التخطيط الشمولية. هاي مسارات الوظيفية مكفولة في جدول التشكيلات، أيضا العدالة تتحقق أكثر، وبالتالي الحصول على الوظيفة يكون نوع من التنظيم بطريقة تنظيمية أفضل. نعم أكيد، كل الشكر لك، يعطيكم العافية على هذا الإنجاز. ضيفنا وائل الرماوي مدير عام التخطيط الوظيفي، يسعد صباحك. هذا هو جدول التشكيلات. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك، جهودكم مباركة، وإحنا منتابع فيها الجولة الصباحية، مستمرين معكم حتى العاشرة. نتوقف مع فاصل وبعدها منتابع نورة. طيب خلينا نروح على غزة. خلينا نأجل الفاصل شوي ونروح لفقرة مسجلة مع زملائنا في قطاع غزة، زميلتنا خولة الخالدي يلي بتتحدث عن مهرجان فلسطين للطفولة والتربية. نشاهده معنا. صباحكم مشاهدينا الكرام، وما كنتم بتتابعونا في برنامج فلسطين هذا الصباح. الآن في هذه الفقرة نتعرف على مهرجان فلسطين للطفولة والتربية، نتعرف على تفاصيل هذا المهرجان من خلال القائمين عليه ومن خلال لجنة التحكيم. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. صباح الخير. أهلين، هلا، حياكم. نتعرف عليك. عمر صلوحة. أستاذ عمر، أنت من لجنة التحكيم والمنسق لهذا المهرجان، نتحدث عن طبيعة المهرجان وأهدافه. والله هو مهرجان فلسطين للطفولة التربية، أكبر تجمع للأطفال في فلسطين كل عام، بتقوم فيه كلية المجتمع أو كلية الجمعية للعمل التطبيقية في يوم الطفل. طبعا هو إحنا بنفتح فيه المجال للأطفال في قطاع غزة لاستعراض مواهبهم لرياض الأطفال والمدارس، الفقرات المتنوعة زي ما أنتم شايفين، وفي عنا طبعا معرض غير اللي هو الفقرات الفنية هاي والمسابقات. المسابقات تحتوي على مواهب نشيد، مسرح، مواهب خاصة، أعمال فنية خاصة بالرياض، بيجوا بيعرضوها هنا، وبصير في تنافس ما بين الرياض. اليوم وبكرة طبعا من أيام المهرجان حيكون في مسابقات، بعد هيك حيكون في عنا اللي هو إعلان نتائج مسابقات اللي حيكون في احتفال الختام. نتحدث عن المستوى المقدم من قبل هؤلاء الأطفال وأبرز المواضيع اللي بتم التركيز عليها. بكل تأكيد مستوى ما شاء الله رائع، يعني أنتم الآن ممكن انكم تشوفوه يعني من خلال الفقرات اللي تعرض امامكم. المواضيع هي في منها مواضيع فنيه خاصه بالاطفال وادب الاطفال، وفي مواضيع طبعا الرياض يعني او ادارات الرياض بتحاول تركز عليها اللي هي المواضيع الوطنيه. ما بننسى في مواضيع القدس، اللاجئين، بما انه احنا في فتره اللي هو موضوع اللاجئين ومسيره العوده الكبرى. في عندنا فقرات دبكه شعبيه وفلكلور فلسطيني برضه بيعرض، يمكن شفته قبل شويه. وفي عندنا اللي هو مواضيع احيانا بيكون للاسرى ومعاناه الاسرى الفلسطينيين، كل هذه القضايا الوطنيه بتعرضها الرياض من خلال هذه المسابقات. جميل، اشكرك جزيل الشكر. طبعا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الفقرات المميزه من خلال مهرجان فلسطين للطفوله والتربيه مع احدى لجان المشاركين في لجان التحكيم. مرحبا. اهلين. اتعرف عليك. هديل العمراني. استاذه هديل، حضرتك من لجنه التحكيم، نحكي عن مستوى المقدم من قبل الاطفال ورياض الاطفال المختلفه. المستوى طبعا عن مستوى عن الرياض كله كامل، بين الروضات وفي مدارس،
وبناخده عن طريق في عنا استعراض وفي عنا نشيد وفي عنا مسرح وموهبات خاصة على حسب ما هم بيعطونا بنعطي التحكيم نفسه. طيب شو هي العلامات الأساسية أو بناء على شو بتم التقييم للمستوى؟ والله في عنا فكرة يعني ممكن زي النشيد، في عنا فكرة للنشيد، في عنا المظهر العام، وفي عنا الإيقاع لإله، في عنا جمال الصوت، وفي عنا تفاعل الجمهور كامل اللي عنا. أشكرك جزيل الشكر. طبعاً بنكمل مع إحدى المحكمات أيضاً الموجودات. مرحبا. أهلاً. تعرف علي؟ ربا وخطب. أستاذ ربا، نحكي اليوم عن المهرجان وأهميته في نقل الوعي لأطفالنا، خاصة بأنه بنشركهم بفقرات فنية وطنية في ذات الوقت. والله المهرجان هو رائع لحتى الآن، يعني أهميته أنه في كتير استعراضات بتقدم لوحات فنية وطنية، فهذا الشغلات أنه حلو أنه احنا نزرع في أبنائنا حب الوطن والقيم اللي بتحث على موضوع العودة الأسرة، فهذه الشغلات لما الأطفال يأدوها بشكل فني ويدربوا عليها لفترة طويلة بترسخ عندهم هذه المفاهيم، بتخلي عندهم ارتباط بقضاياهم المعاصرة حتى وإن كانوا أطفال، بس بيصير عندهم ارتباط من خلال أدائهم لهذه الأوبريتات أو السردات الفنية أو الشعر يعني، فبتخلي فيه دائما ارتباط وخليهم دائما مرتبطين في قضيتنا فلسطين. جميل. أطفالنا دائما بيبهرونا بأدائهم العالي جدا والمميز، بتكون المنافسة صعبة أكيد، نتحدث عن المستوى المقدم لليوم وقديش هذا بصعب عليكم المهمة كلجنة التحكيم. والله انه انت هذول اطفال بشكل عام، انه احنا بنحب انه احنا نزرع الفرح والبسمه عند الاطفال، فبيكون الموضوع يعني صعب جدا 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 انه انت تيجي تقايم اطفال يعني بيجوا ببذلوا مجهود كبير عشان يادوا بشكل رائع وانهم يقفوا امام جمهور ويادوا بشكل فني ويبرزوا افضل ما عندهم، فهذا امر صعب جدا علينا احنا كلجنه التحكيم، انه كلياتنا عندنا اطفال فما بهونش علينا احنا نكسب حدا، بس برضه في عنا معايير لازم ان احنا نلتزم فيها في موضوع التحكيم. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. طبعا ننتقل للجنه التحكيم، السيده الاخيره الموجوده اليوم باللجنه. مرحبا. مرحب. نتعرف عليك. حنين ياسين. استاذه حنين، نحكي اليوم عن جهودكم بلجنه التحكيم وايضا الجهد الواقع عليكم والتوقيت ايضا المواقيت للتحكيم، يعني انتم بتستمروا من الساعه 10 صباحا حتى الثالثه مساء لمده 3 أيام لتحكيم مسابقات مختلفه، نحكي عن هذا الجهد وقديش بيوقع عليكم عاتق كبير. والله من ناحيه بتقع عاتق مزبوط اكيد، ف حيكون في جهد، بس طبعا هذا جهد بروح مسافه، ما تشوف الصغار هذول كيف قديش عامل جهد انه يطلع عندك باحلى منظر باحلى صوره، وقديش بده انه هو اللي يكون الفايز الاول طبعا، فطبعا الجهد هذا كله بروح وبتنسي لمجرد انك تشوف الصغار هذول. شكرا لك طبعا، واحنا رح نستمر معكم مشاهدينا الكرام وما زلنا بنتابع مجموعه من الفقرات المميزه، مثل ما احنا شايفين مع الكاميرا الاطفال، كل مجموعه من الاطفال بترتدي زي معين، بيتنافسوا بالزي، بيتنافسوا بالاداء، بيتنافسوا حتى بالمواضيع وبالافكار المقدمه، بكون المهمة صعبة جدا على لجنة التحكيم، ولكن بالنهاية وبالمحصلة النهائية الجميع مميز، ولكن يجب أن يكون هناك فائز واحد. الآن نتحدث عن رئيس اللجنة التحضيرية، نتعرف عليه. الدكتور هشام أحمد غراب، رئيس قسم العلوم التربوية والاجتماعية. أهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم نتحدث عن تنسيق هذه الفعالية وأهميتها في التربية وفي الطفولة، خاصة بأنه المهرجان يقع تحت هذا الاسم. مهرجان فلسطين للطفولة والتربية 18 تحت شعار بسمة لا تغيب، يعني نحن من خلال فعالياتنا المتعددة والمختلفة نهدف إلى إدخال الفرحة والبسمة إلى وجوه الأطفال ونخلق جو من التفاعل الإيجابي للأطفال مع بعضهم البعض من خلال تواجدهم في الكلية الجامعية للمشاركة في الفعاليات المختلفة. اليوم فعالية مسابقات الفنية بين الرياض على مستوى قطاع غزة، هناك عدد كبير من الرياض مشاركة من أجل صقل مهارات الأطفال، من أجل زيادة مستوى التفاعل، من أجل زيادة مستوى الصحة النفسية لدى الطفل من خلال المشاركة، من خلال اللعب، من خلال المسرح، من خلال النشيد. كل هذه الفعاليات بالتأكيد ستعمل على إدخال الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال، وفي الختام أيضا ستبرز إبداعات الأطفال وقدراتهم الفنية في مجالات المختلفة، وطبعا الفائزين في النهاية سيتم تكريمهم بجوائز قيمة وتتناسب أيضا مع احتياجات الرياض التي تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع الفلسطيني. في هذا اليوم أيضا لنا فعالية في منتجع اللؤلؤة لها علاقة مباشرة
بالفنون أيضا والقراءة، فيعني من أجل أيضا أهمية تشجيع الطفل بالذات على موضوع القراءة في ظل العصر المتطور والتكنولوجيا والوسائل المختلفة، أهمية أن يكون هناك فعليا تحفيز على هذه المواضيع. هو طبعا بالتأكيد يعني في يوم القراءة نحن نغرس في الطفل حب القراءة، حب التعلم، حب الكتاب بالتحديد، يعني لأنه الكتاب أصبح اليوم مهجور نتيجة وجود الوسائل التكنولوجية المتعددة والمختلفة. لذلك من خلال هذه الفعاليات نحاول أن نغرس حب القراءة، حب الكتاب، حب القصة في نفوس أطفالنا ليتعلموا ويستقوا الخبرة والمعلومة من مصادرها الرسمية والصحيحة ويعني وذات المعلومة الصادقة. في كل عام تحتد المنافسة ما بين رياض الأطفال وما بين المؤسسات المعنية بالطفل كافة، هذا المستوى المقدم لهذا العام وإلى أي درجة يشكل نقلة نوعية عن الأعوام السابقة؟ يعني كما تشاهدون بالأمس كان هناك الافتتاح، مشاركات يعني كبيرة جدا من مؤسسات الراعي للطفولة ورياض الأطفال والمدارس أيضا من سن تقريبا 6 سنوات إلى سن 15 سنة شاركونا في فعاليات مختلفة بالأمس واليوم. الأعداد كبيرة جدا والأطفال وخلال الأيام الأربعة يعني يرتاد الكلية ما يزيد عن 30,000 طفل على مستوى قطاع غزة. يعني نحن في بالأمس كرمنا المؤسسات الفائزة بجائزة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية للروضة المتميزة، وكان عدد كبير من رياض الأطفال من رفح حتى بيت حنون مشاركين، وكان هناك أيضا عدد من الفائزين قدمنا لهم جوائز قيمة عينية وجوائز أيضا نقدية. شكرا لك أكيد، وبنشكر جهود الكلية الجامعية على هذا المهرجان المميز، مهرجان طفولي بامتياز يعزز الثقافة الوطنية ويعزز موضوع القراءة. أشكركم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة الطيبة لهذه الفقرة، هذه عودة لزميلاتنا في استوديوهات رام الله، إليكم من جديد. صباح الخير من جديد لكل من بتابعنا في فلسطين هذا الصباح، ونشكر زميلتنا خولة الخالدي لأنها وضعتنا في أجواء مهرجان فلسطين للطفولة والتربية، وإحنا منتابع في جولتنا الصباحية نورة. نعم، ونبقى في موضوع الطفولة الفلسطينية، تفاصيل أكثر من معاناتها نتحدث عنها في هذا اليوم 5 نيسان، يوم الطفل الفلسطيني اللي بيعيش ظروف خاصة عن الأطفال في العالم بشكل عام، حيث أنه تقرير هيئة شؤون الأسرة والمحررين أفاد بأكثر من 350 طفل في سجون الاحتلال. تفاصيل أكثر نتحدثها مع ضيفنا في الاستوديو صيام نوار، أهلا وسهلا بك، مدير جمعية مساءلة العنف ضد الأطفال ووالد الشهيد نديم نوار له الرحمة. شكرا، يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. صباح الخير وأهلا فيك صباح. معنا مثل ما ذكرت نورة، يمكن لو إحنا بدولة تانية كنا نتحدث عن مشاكل معينة أو حتى رفاهية زايدة للطفل في بلدنا، صحيح. ولكن إحنا في ظروف خاصة، في مأساة منعيشها كل يوم متكررة موجودة وحاضرة بيننا. خلينا نحكي بشكل عام عما يعانيه طفلنا الفلسطيني قبل ما نخوض في التفاصيل والأرقام والإحصائيات. نعم. يعني بشكل عام حاليا بيوم الطفل العالمي في الدول التانية بتلاقي في احتفالات في هاي الأيام لا تصدق، وعروض الأطفال لا تصدق لشعور الطفل أنه أنت لك قيمة وأنت شاب المستقبل أو إحنا أنتوا أطفال المستقبل. فالعالم عمل يوم الطفل العالمي لأهمية الطفل، ولكن بالمقابل الطفل الفلسطيني مختلف تماما، ما في أي نوع من الرفاهية اللي بشوفوها أطفال العالم عنا بفلسطين نهائيا. ففي عنا على سبيل المثال يعني إحنا من خلال جمعيتنا بنلاقي أصعب الحالات اللي هم بيفقدوا أعضاءهم، الأطفال اللي إصابات معينة بيفقد عينه، بيفقد إجره، بيفقد هي بتضلها معاناة مستدامة ما بتنتسى. يعني ممكن نقول إذا طفل استشهد ممكن مع الوقت يعني يقولوا إنه يتخطوها، يعني ممكن يتخطوها، بالعلم إنه صعب إنه يتخطى أي واحد بيفقد له ابن، ولكن بيكون أهون من انه ابن يضل قدام ابوه مثلا فاقد عينه او فاقد اجره او في عنده اعاقه شلل او الى اخره. وحقيقه احنا عم نركز من خلال هاي المعاناه، لانه فعلا معاناه صعبه. الام كل يوم بتعيط دم على اولادها اللي بيكون في عندهم اعاقه، وللاسف عندنا اعداد كبيره بالاعاقات، وصعب احصائيه
الإعاقات الموجودة بسبب الاحتلال الفلسطيني بسبب الاحتلال في فلسطين على أطفالنا. فبتصور هاي مشكلة من أكبر المشاكل اللي بتواجه أولادنا، اللي إحنا في جمعيتنا حاليا عم نحاول نتواصل مع كل الإعاقات اللي بتكون بفلسطين لتقديم العلاج النفسي والدعم والإرشاد النفسي للعائلة وللأطفال نفسهم، لأنه حقيقة هاي من أكبر المعاناة اللي ممكن تكون موجودة. نعم، في يوم الطفل الفلسطيني نتحدث عن إحصائيات معينة تخص الطفل الفلسطيني بشكل خاص، طبيعة معاناته من أسر، من ظروف اعتقال سيئة في أوقات مختلفة أيضا سيئة، من وجودهم في السجون الإسرائيلية، من قتلهم. يعني للأسف بدي أحكي شوي عن الأسرى. إحنا في مؤسستنا كتير بنقعد مع أسرى بعد إفراج عنهم، بعد الإفراج عنهم منلاقي إنه شخصية الطفل القاصر بعد الخروج بتكون شخصية مهزوزة، عنده اكتئاب شديد، عنده قلق وتوتر، عنده اضطراب ما بعد الصدمة، لأنه الأطفال عم بيتعرضوا لمشاكل داخل السجون بشكل مش طبيعي. يعني على سبيل المثال إنه أكثر شيء بيتعرضوا له وقت الاعتقال بينضرب بطريقة غير قانونية خارج عن القانون، بالعلم إنه القانون لا يمكن استعمال القوة مع القاصرين إلا في حالة المقاومة، وعندنا الجندي الإسرائيلي إذا اعتقل طفل حتى لو كان الطفل مستسلم بتم ضربه، وهذا بيكون خارج عن القانون. فتقريبا تقدر تقولي 99% من الشباب أو من الأطفال القاصرين اللي تم اعتقالهم تم ضربهم بشكل مبرح قبل الدخول للتحقيق. بالنهاية هم بتعبوهم بالضرب، بالأسئلة، بالإهانة، بمثلا بخليهم يجلسوا بطرق مش صحيحة، وبالنهاية بدخل على التحقيق منهك. وهذا الحكي ضد القانون الدولي في هذا العمل. بالنهاية القاصر في كل العالم لا يمكن اعتقاله إلا في ظروف معينة، واعتقاله بيكون في أجواء معينة خاصة فيه، عنده حقوق له، ولكن للأسف مش متبعة في النظام الإسرائيلي على الإطلاق. نعم. اتجاه أولادنا. أستاذ صيام، قبل ما نتحدث في تفاصيل أكثر عن الحقوق والقوانين اللي كسرتها دولة الاحتلال، خلينا نتحدث في أرقام ومقارنات لربما مفارقات ما بين العام الماضي، العام الذي قبله، وعدد الأطفال اللي موجودين حاليا ويعانوا من الأسر. يعني بدنا نبدأ بشهداء الأطفال. على سبيل المثال في كان 35 شهيد في عام 2016، وفي عام 2017 في عندنا 15 شهيد. لفت نظري من بينهم طفلة استشهدت في داخل السجن، يعني كانت أسيرة، كانت مصابة ودخلت السجون الإسرائيلية، وهي بالمستشفى تم استشهادها، وهي كانت معاناة صعبة جدا على أهلها، وهي فاطمة تقاطقة اسمها. والشيء الغريب من شغلة القاصرين إنه في طفل إداري عمره 16 سنة بسبب نشاطه على الفيسبوك تم اعتقاله إداري، ولغاية هلأ مش معروف مصيره. يعني عادة الإداري بيكون ما في تهمة، مش معروف ملف سري ويجدد. هلأ بالنسبة للأسرة كان في عنا تقريبا بالفترة 2017 1467 أسير دخلوا السجون الإسرائيلية، يعني زادت النسبة 6% عن السنة الماضية. السنة الماضية كان تقريبا 1348 أسير طفل دخل السجون الإسرائيلية، ولكن في نهاية 2017 كان حوالي 350 طفل بينهم 9 أسيرات. واللي بلفت النظر إنه يعني ما بيقتصر الموضوع فقط على أسرهم، لا كمان في غرامات مالية. يعني على سبيل المثال أحمد مناصرة عمره لما سجن 16 سنة انحكم 12 سنة و180 ألف شيكل، وهذا مبلغ ضخم جدا. صحيح. مقارنة بمثلا إذا جندي تورط في محكمة إسرائيلية إنه قتل طفل فلسطيني ويوجد أدلة وإثباتات، ما بصير معه هذا الحكي إطلاقا، وحتى بتم سجنه فترة سجن منزلي وبعدين بيطلعوا أو بقللوا للعقوبة مثل قتل الشريف، بيطلعوا من سجن المنزلي بحجة أنه ما بيشكل خطر على شعبه. صحيح. من هذا الباب. للأسف أنه كمان في شغلة جداً